السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم الادريسي عبد العلي فور جيستيون اكاديمي. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا واللي استفدتوا منه ان شاء الله حاولوا تبارطاجوه باش الاصدقاء ديالكم حتى يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بعد ما شفنا لزانتيري سامبل، اليوم غادي نشوف إن شاء الله لزانتيري كومبوزي. alors نذكروا بتعريف ديال لزانتيري كومبوزي. un capital est placé à intérêt composé lorsqu'à la fin de chaque période de placement l'intérêt simple de cette période est ajouté au capital initial pour produire un intérêt simple à son tour pendant une période suivante bien sûr. كيف كنا قلنا في l'intérêt simple كناخدو ديما la base اللي هو الكابيتال فوا لو طو دانتيري، هذا هو لانتيري ديال البيريود الاولى. لا بيريود الثانيه كناخذو الميم كابيتال فوا لو طو دانتيري باش كيعطينا لانتيري ديال البيريود الثانيه. نمشيو للكابيتال عاوتاني ديال لا بيريود الثالثه، كنقبضو الكابيتال فوا لو طو دانتيري كيعطينا لانتيري ديال لا بيريود الثالثه. الا خديت انا 10000 درهم مثلا من البنكه، لا بيريود الاولى شحال غادي نخلص؟ 10000 درهم فوا لو طو دانتيري، هذاك هو المونطون ديال الانتيري. في لا بيريود الثانيه 10000 درهم فوا لو طو دانتيري، هذاك هو المونطون ديال الانتيري، ما كيتبدلش، كيبقى هو هو. الوغ في الانتيري كومبوزي لا، في لا بروميير اني بيان سور كنخدمو عادي، كناخدو الكابيتال فوا لو طو دانتيري كيعطينا المونطون ديال الانتيري. هذا هو الانتيري اللي بغينا نخلصوه في البيريود الاولى. دونك في البيريود الثانية اش كنديرو؟ كنقبضو الكابيتال زائد الانتيري اللي حسبنا، هذاك هي اللي كتولي لنا لا باز اللي غادي نحسبو عليها الانتيري ديال دوزيام بيريود. كنقبضو الكابيتال بلس لانتيري اللي حسبنا، كنضربوه في لو طو دانتيري، هو اللي كيعطينا لانتيري ديال البيريود الثانيه. هادي هي اون كابيتاليز هذاك لانتيري. دونك اون انتيري كومبوزي لي زانتيري سون اجوتي او كابيتال، اون دي كيل سون كابيتاليزي ا لا فان دو شاك بيريود. ولا كابيتاليزاسيون دي زانتيري اي جينيرالمون انويل، مي ايل بو اتر سيمستريال تريمستريال مونسيوال ايتترا. الوغ اش قلنا هنا؟ قلنا انه الكابيتاليزاسيون ديال لي زانتيري ممكن تكون مكابيتاليزاوهم على حساب لا بيريود. الا كانت لا بيريود بلاني كنكابيتاليزاوهم انويل، كانت بلي سيمستر اون لي كابيتاليز سيمستريالمون او بيان تريمستريالمون ولا مونسيولمون ولا دي زوتر بيريود. الوغ و لي زانتيري كومبوزي كيتزادو ديما للكابيتال، ملي كيتزادو للكابيتال كيكونوا لينا لا باز اللي غنحسبو عليها لانتيري ديال البيريود الجايه. الوغ باش نفهمو مزيان هاد لا سيتوياسيون غادي ناخدو دي زيكزامبل، غادي نفرقو على جوج ديال الاحتمالات. كاين لا ديغي دو بلاسمون كي ان نومبر اونتي دو بيريود، مثلا كناخدو مثلا بلاسمون على 5 سنين، هذا كنقولو اونتي دو بيريود نومبر اونتي. بعض المرات كيكون لا ديغي دو بلاسمون على مثلا 6 سنين و 3 شهور، دونك 6 سنين راه اونتي وين كتبقى ديك 3 شهور فراكسيون، دونك ماشي اونتي. الوغ غادي نبداو بلي ديغي ديال البلاسمون كي ان نومبر اونتي. Alors, si on désigne par C0, le capital initial, N, le nombre de périodes, I, le taux d'intérêt par dirham et par période, le taux d'intérêt, ou Cn, il y a la valeur acquise, ou bien le capital définitif ou acquis à la fin de la énième période. Ça peut être 5e période, 6e période, 7e période, etc. Alors, à travers le tableau, on va faire un peu l'intérêt composé, Inch'Allah. الوغ قلنا لي فالور اكيز اون فان دو بيريود. في لا بروميير بيريود انت ملي كدير واحد البلاسمون مثلا، كيكون واحد البلاسمون سي زيرو، دونك في الاخر ديال البيريود الاولى شحال غادي يكون لانتيري عليه اللي غيتحسب عليه؟ هو سي زيرو فوا لو طو دانتيري. دونك شحال هي سي ان لا فالور اكيز؟ دونك سي ان هي الكابيتال زائد لانتيري، اللي هو الكابيتال سي زيرو زائد لانتيري هو سي زيرو فوا اي. دونك سي ان هي C1 est égal à C0 plus C0 fois I. عن طريق واحد العملية رياضية ديال التعميل غادي نعملو بC0، هي C0 عامل لواحد زائد I. دونك في لا دوزيام بيريود هنا فين كاين الاختلاف بينو وبين لانتيري سامبل، في لا دوزيام بيريود الكابيتال اللي كنحسبو عليه كيتبدل، كنقبضو الكابيتال
سي ان هو اللي كيولي لا باز اللي هو سي زيرو زائد لانتيري. كنقبضوا الكابيتال الاول كنزيدوا عليه لانتيري، هذاك هو اللي كيولي لا باز في الكالكول ديال الكابيتال ديال لانتيري ديال دوزيام بيريود، حيت قلنا كنكابيتاليزيو لانتيري، لانتيري كنجمعوه مع الكابيتال. الو في البيريود الثاني شحال بيولي لنا؟ كيفاش كنديروا نحسبوا لانتيري؟ هو سي ان، سي ان اللي ديجا حسبناها كنضربوها في لوطو دانتيري، لوطو دانتيري اللي هو اي، دونك المونطون ديال لانتيري بيكون هو سي ان فوا اي، دونك سي دو اللي هي لا فالور اكيز ديال لا دوزيام بيريود اش كتولي كتساوي؟ هي سي ان اللي هو الكابيتال بلاسي زائد لانتيري ديالو اللي هو سي ان فوا اي، عن طريق واحد العمليه رياضيه سي ان. سي دو شفتو اللي كتساوي؟ هي سي ان عامل الواحد زائد اي، وحنا سي ان ديجا حسبناها. سي ان كوات ايغال سي ان كتساوي سي زيرو زائد سي زيرو اي، ولا بالاحرى هي سي زيرو في واحد زائد اي، دونك غادي نعوضو سي ان هنايا، غادي نعوضو سي ان هنايا شبه تولي هي سي زيرو عامل لواحد زائد اي اس اثنان او كاري. دونك لا بيريود الثالثة شنو هي لا باز باش نحسبو لا بيريود لانتيري ديال لا بيريود الثالثة؟ هي سي دو. دونك كنقبضو سي دو حيت كابيتاليزينا كان كابيتاليزيو ديما لانتيري، دونك كتولي هي سي دو، دونك لانتيري ديال التخوازيام بيريود هو سي دو فوا لو طو دانتيري، دونك سي تخوا اللي هي لا فالور اكيز ديال التخوازيام بيريود هو الكابيتال بلاصي حيت كابيتاليزي حيت كابيتاليزينا ولا هو سي تروا هو سي دو، دونك سي دو زائد سي دو فوا اي اللي هو لانتيري اللي هو سي تروا كيولي هو الكابيتال زائد لانتيري كيعطيونا لا فالور اكيز ديال التخوازيام بيريود. عاوتاني غادي نعملوها، هي سي دو عامل لي واحد زائد اي، سي دو ديجا حسبناها هي سي زيرو زائد واحد زائد عامل لي واحد زائد اي اس اثنان، دونك نجيو نعوضوها في بلاصة سي دو شبه تولي هي سي زيرو عامل لي واحد زائد اي اس ثلاثة، وهكذا كنبقاو نهبطو كنبقاو نهبطو حتى كنوصلو لواحد الان بيريود، ان تقدر تكون 10 100 اكسيتيرا. دونك هنا من هنا غادي نخرجوا القاعده ديالنا، دونك ديما كنكابيتاليزيو، لاحظتوا معايا هنا اللي كنكونوا في بيريود 3 كنديروا الكابيتال 2، في بيريود 2 كابيتال 1 ديما كنقصوا. الوغ ملي نكونوا في بيريود ان دونك الكابيتال ديال ان موان 1، والانتيري شنو هو؟ هو الكابيتال ديال ان موان 1 فوا لو طو دانتيري، حيت هنا ملي كتشوفوا ديما الكابيتال كنضربوا في الانتيري في الطو دانتيري، دونك هنا الكابيتال اللي هو سي ان موان 1 كنقصوا واحد من ان كنضربوه في الطو دانتيري باش يعطينا لو مونطون دانتيري، دونك سي ان هي لا فالور اكيز في لا بيريود ان هي شحال؟ هي الكابيتال زائد لانتيري، الكابيتال هنا هو شحال؟ هو سي ان موان زان زائد لانتيري هو سي ان موان زان فوا لوطو دانتيري، دونك الى عملنا بسي ان موان زان هي سي ان موان زان في واحد زائد اي، وكيف ديجا حسبنا كنعاودو عاوتاني نعوضو كنعوضو عاوتاني سي ان موان زان في العلاقه ديالنا اللي بطلتنا هي سي زيرو عامل لي واحد زائد اي اس ان. دابا حنا وريناكم منين جات هاد لا فورمول هادي، الان غادي تولي الخاصيه ديالنا كيف ما هادي، دونك لا فالور ديفينيتيف او لا فالور اكيز، لا فورمول جينيرال دو لا فالور ديفينيتيف او اكيز ا انتيري كومبوزي اي، دونك العلاقه كتولي عندنا هي هادي، دونك سي ان اللي هي لا فالور اكيز في لا بيريود ان كتساوي سي زيرو الاولى عامل لواحد زائد اي اس ان. الو هذا هو لا فالور اكيز. دابا بغينا نشوفو لانتيري توتال، دونك لانتيري توتال او جلوبال ا بي او بيان لو كو دو لومبران كيف كنا قلنا شحال هادي. الو اش كيبقى لانتيري جلوبال؟ حيت اشنا هو لانتيري؟ هو لا فالور اكيز ناقص الكابيتال، حيت انا ملي كنحط واحد 5000 درهم في البنكه ملي كنبغي نشدها كنشد واحد 5200 درهم مثلا، دونك ديك 200 درهم هي لانتيري، هي لا ديفيرونس ولا لا ديفيرونس اونتر لا فالور اكيز و الكابيتال، دونك لانتيري هو الفالور اكيز اللي هي هادي اللي كتشوفوا فيها هي الفالور اكيز ناقص الكابيتال سي زيرو اللي كنا قلنا، ها هو دونك لانتيري هو الفالور اكيز ناقص الكابيتال. اش كيساوي لنا؟ غادي عن طريق عمليه رياضيه غادي نعملو بسي زيرو، دونك هي سي زيرو عامل لواحد زائد اي à la puissance لواحد زائد اي على بويسونس ان، ولا على حسب هنا خدينا مثلا تكون بيريود وحده دونك ما تكون اس واحد، دونك واحد زائد اي على بويسونس ان اللي هي واحد مثلا ناقص واحد
حيت عملنا بالسي. الو لانتيغي توتال نعاود نذكرو هو انه لا ديفيرونس اونتخ لا فالور اكيز اي الكابيتال. الفالور اكيز دغيا ديجا حسبناها عن طريق القاعده اللي هي سي ان كتساوي سي زيرو في واحد زائد اي على بويسونس ان بيريود. تقدر تكون على بويسونس واحد على بويسونس دو تخوا على حسب لي بيريود. الو دابا باش نفهمو مزيان غادي ندوزو لي زيكزومبل. سوا ان كابيتال سي دو 10000 درهم placé pendant 3 ans à intérêt composé au taux annuel de 10%. Alors, on va prendre la règle seulement. On a le capital 10000 dirhams, on a les années هما 3, اللي هي la période, on a les intérêts composés au taux annuel de 10%. Alors, ces 3 شبه تكون كتساوي هو le capital fois 1,10% اللي هي 0.1 à la puissance 3 اللي هي les périodes. عفوا على هذا الواحد راه فالطاب. الوغ هي 10000 درهم فوا 1.1 على لا بويسونس 3 هي 13310 13310. دونك لانتيري جلوبال هو اش؟ هو قلنا لا فالور اكيز ناقص الكابيتال اللي بلاصينا في الاول هي 13310 اللي خرجت لنا في الكابيتاليزاسيون ناقص 10000 اللي بلاصينا في الاول هي 3310. دونك انا مشيت درت واحد البلاسمون في لابونك مشيت حطيت 10000 درهم في لابونك ومي دازت عليها 3 سنين جيت خديت 13000 درهم و310 دونك ربحت دونك ربحت 3310. هذيك 3310 هو لو مونطون دانتيغي بيان سور. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. الو دابا غادي نبداو نشوفو الحاله الثانيه ملي كتكون عندنا لا دوري دو بلاسمون اي تان نومبر فراكسيونير دو بيريود. كيف قلت لكم قبيله كتكون زايده واحد دو موا ولا تروا موا على العام. الو ناخذ اكزومبل باش نفهموها مزيان. كيلي لا فالور اكيز او بو دو 5 ans اي 3 mois كان كابيتال دو 12000 درهم بلاسي ا انتيري كومبوزي او تو انيول دو 7.5%. الو غادي نديرو واحد لو بلاسمون نبلاصي واحد الكابيتال في لابونك اللي هو ديال 12000 درهم في بيريود في ديبي ديال واحد البيريود. دونك غادي نجلسو هاد لابيريود كاملها 5 سنين و 3 شهور 3 موا. دونك هنا فين غادي نغوتيغيو البلاسمون ديالي نمشيو نريكوبيرو لارجون ديالنا بيان سور بواحد الطو ديال اي اللي هو 7.5% ولا 0.075. الوغ كاينين دو سوليسيون بوسيبل. كاينه لا سوليسيون راسيونيل اي لا سوليسيون كوميرسيال. La solution rationnelle. La solution rationnelle, dis-moi, dans ce cas, on considère que la valeur acquise au bout de 5 ans, et c'est 5, reste placée à intérêt simple pendant 3 mois. Achetez-moi le principe de la solution rationnelle. Quand tu as les années entières, tu as 5 ans ou 3 mois, quand tu as 5 ans, tu as les intérêts composés. Dès que la fraction de 3 mois, tu as l'intérêt simple. Donc, ce qui donne. C ديال 5 ans et 3 mois est égal C5 اللي هي الفالور اكيز في لاني في البيريود 5 زائد لانتيري ديالها. لانتيري ديالها هو شحال؟ هو بيان سور C5 فوا 3 شهور على 12 فوا لو طول اللي هو 0.075 اللي هي 7.5%. الوغ اش درنا هنا؟ قبضنا لانتيري قبضنا لانتيري كومبوزي حسبناه ديال 65 زدنا عليه لانتيري سامبل ديال هاد لا فالور اكيز ديال سي 5. سي 5 حسبناها بالفالور بلانتيري كومبوزي ولكن ديك لا فراكسيون ديال 3 موا لا باز ديالها باش كتحسب بالسي 5 ولكن درنا فيها لانتيري سامبل. هادي هي لا سوليسيون راسيونيل. الوغ دونك سي 5 ايت ايكال نعوضو هي 12000 في 1.075 على بويسونس 5 هي 17227.55. دونك
الا زدنا عليها دونك هذيك هي سي 5 بالانتيري كومبوزي. دونك الا زدنا عليها سي 5 اللي هي 17227.55، لا عوضنا درنا 17227.55 فوا 3 على 12 فوا 0.075 وزدناها على سي 5 دونك بتعطينا سي 5 بلس 3/12. الوغ الكابيتاليزاسيون في 5 سنين و 3 شهور هي 17550.57. نعاودو نذكرو كي درنا ليها، قبضنا البرانسيب، قبضنا لي زانتيغي كومبوزي، حسبناهم على البيريود، حسبنا عن طريق لا ميثود ديال لي زانتيغي كومبوزي، حسبنا سي 5. ديك الفراكسيون اللي بقات تاع 3 شهور كنزيدوها عن طريق لي زانتيغي سامبل. هنا غادي نشوفو دابا لا سوليسيون كوميرسيال. سوليسيون كوميرسيال لا سوليسيون كوميرسيال اش كتقول لك؟ كتقول لك بانه هو خا يكون فراكسيونير 5 سنين و 3 موا، من الاول ما كنديروش لا ميثود ديال لي زانتيغي سامبل، من الاول كنديرو كلشي كومبوزي. الوغ Dans la pratique, on généralise la formule des intérêts composés au cas où n, de n est le nombre des périodes, n'est pas un nombre entier de périodes. Par exemple, on va dire 5 ans ou 3 jours, tout le monde va capitaliser. Donc, la relation qui fait nous, qui fait que nous sortons, c'est Cn, C0, A ⁻ 1 ⁇ I, ou Cn, même si n n'est pas entier. Qui fait? Alors, dans notre exemple اللي درنا قبيله avec la solution commerciale on obtient. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نطبقو العلاقه هي سي 5 زائد 3 على 12 ديريكتومون، غادي نجيو نعوضو هي الكابيتال 12000 عامل الواحد زائد 0.75 اللي هي 1 زائد اي هي 0.075 زائد 1 هي 1.075 à la puissance5 زائد 3 على 12 كنحسبو 5 زائد 3 على 12 كتعطيك هي 5.25، كنديرو 1.075 اس 5.25 كنضربوه في 12000 درهم كتعطينا ديريكتومون 17541. الوغ هادو هما لا ميثود ديال لا سوليسيون كوميرسيال او راسيونيل. واحد لا غومارك، لا فالور اكيز دوني بار لا سوليسيون كوميرسيال اي توجور انفيريور ا سيل دوني بار لا سوليسيون راسيونيل. الوغ ملي كنحسبو بلا ميثود او بيان بلا سوليسيون كوميرسيال ديما كتكون انفيريور من ديك اللي كنحسبو بلا سوليسيون راسيونيل. دونك كنقول لك اون ادوبت توجور لا سوليسيون كوميرسيال سوف انديكاسيون كونترير. اون دي الوغ كو لا كابيتاليزاسيون، لا كابيتاليزاسيون اي كونتينيو كنكابيتاليزيو من العام للعام بيان سور عن طريق لي زانتيغي كومبوزي. علاش هنا كديرو الابناك ولا شركات التمويل لي زانتيغي كومبوزي لي زان كتخدم ب لا سوليسيون كوميرسيال في لي زانتيغي كومبوزي؟ حيت توجور انفيريور. انت ملي كتحط 10000 درهم عوض ما كتحسب عليها مثلا واحد لانتيغي كومبوزي عن طريق مثلا لا سوليسيون كوميرسيال. لا سوليسيون كوميرسيال بتعطيك مثلا ديك 10000 درهم اللي عتبغي تردها بتاخد عليها واحد 500 ولا 600 درهم، ولا سوليسيون راسيونيل بتاخذ عليها مثلا واحد 1000 درهم ولا 800 درهم. دونك هنا اللي مزيانه لا بونك كتشد فلوس وتشد معاهم واحد الانتيري شويه ما تعطيكش الانتيري بزاف. دونك هذا علاش لافونتاج كيختاروه لي بونك بانها دير لك لا سوليسيون كوميرسيال. الوغ دابا غادي ندوزو لي زيكزيرسيس باش نفهمو مزيان لي زانتيري كومبوزي. الوغ ليكزيرسيس كوريجي، الوغ calculer la valeur acquise par un capital de 1000 dirhams placé à un taux i de 0,115 اللي هي 11.5%. capitalisation annuelle des intérêts pendant غادي نخدمو جوج ديال الاحتمالات. دابا عطاونا نحسبو لا فالور اكيز بالنسبه لسبع سنين وبالنسبه ل 11 عام وخمس شهور. الوغ بالنسبه لسبع سنين هي سي 7 ايتيغال القاعده اللي قلنا في الاول هي سي ان اش كتساوي هي سي 0 عامل لي 1 زائد اي اس ان. الوغ سي 7 هي 1000 فوا 1 زائد 0.115 على بويسون 7 دونك هي 2142.52 درهم. كنطبقوا العلاقه. الوغ دابا بي بوندون 11 عام و 5 شهور، دونك بوندون 11 عام و 5 شهور اون يوتيليز لانتيغي سامبل بوندون لا دوزيام اني. دونك هنا سوا نديرو لا ميثود راسيونيل سوا نديرو لا ميثود كوميرسيال. نديرو دابا حنا لا ميثود مثلا اللي هي خو ناخذ اللي عجبنا، ناخذ لا ميثود العاديه. الوغ دونك سي يمكن لكم تخدموا بلا ميثود اللي عجبتكم، حنا دابا باش نوضحوا كنبسطوا الامور. دونك سي 11 زائد 5 على 12
هي سي 11 زائد سي 11 فوا 0.115 فوا 5 على 12. طبقنا القاعده. دونك سي 11 اش كتساوي؟ سي 11 غادي نحسبوها بالانتيري كومبوزي عادي اللي هو 1000 درهم الكابيتال فوا 1 بلس 0.115 اس 11 اللي هي 3311.49. دونك غادي نجيو نعوضو. دونك سي 11 زائد 5 فاصله جوج داك زائد 5 على 12 عفوا هي 3311.49 ديال سي 11 اللي حسبنا زائد نفتحوا القوس 3311.49 فوا 0.115 فوا 5 على 12 كتعطينا 3470.17. نذكروا اش درنا؟ ديما كنشدوا لانتيري كومبوزي ها هو اللي حسبناه زائد لا فراكسيون ديال ديك 5 موا كنحسبوها بلانتيري سامبل. دونك خمس هنا 11 عام حسبناها بلانتيري كومبوزي واش 5 شهور الفراكسيون حسبناها بلانتيري سامبل كنجمعوهم كتعطينا 3470.17. الوغ ندوزو للتمرين الثاني. قال لك كيل كابيتال دو تون بلاسي او طو دو 6% بور ديسبوزي دو 796924 درهم على فان دو لا 8 ماني. دونك قال لك اشنو هو الكابيتال اللي خصنا نديرو ليه بلاسمون بواحد لوطو 6% باش في الاخر تكون عندنا واحد لا فالور اكيز ديال 796924 من دابا 8 سنين. دونك عطاك جميع لي بارامتر بقى لك انت تحدد لو كابيتال. كيف كتعرفوا القاعده هي سي ان ايتيغال سي 0 عامل لواحد زائد اي على بويسونس ان. بيان سور افيك سي ان لي هي لا فالور اكيز لي خصها تكون عندنا هي 796924 درهم لوطو دانتيري 6% لو نومبر دو بيريود هي 8 سنين. دونك كنطبقوا القاعده اللي هي 796924 كتساوي سي 0 1 زائد 0.06 هي 1.06 اس 8. دونك هي 796924 كتساوي 1.06 اس 8 هي 1.59 بريسك فاصلة 60 فوا سي 0. دونك سي 0 اش كيساوي؟ هي 796924 كنقسموها على 1.5938. دونك سي 0 بريسك 500 الف درهم كتعطيك 499999.99. الوغ ندوزو السؤال الاخر. دابا اكيلتو اكيلتو دوا تومبلاسي ان كابيتال دو 800 الف درهم بور اوبتونيغ على فان دو لا 5ايام اني une valeur acquise de 1,148,503.461. دابا العكس، دابا عطانا الكابيتال، عطانا الفالور اكيز، وعطانا النومبر دو بيريود، باقي لينا لو طو. ديما كنطلقوا من القاعدة، عندنا سي ان كتساوي سي 0 فوا 1 بلس اي على بويسونس ان، دونك نقسمو لي دو بارتي على سي 0، دونك بتعطينا هي 1 بلس اي à la puissance n est égal c n على c 0. دونك غادي نخدمو الخاصيه تاع الطريات ديال الجذر من الرتبه. دونك جذر مكعب من الرتبه. دونك غادي ندخلو في الكوتي الاولى جذر مكعب من الرتبه n باش تطير مع n، وفي الكوتي الثاني غادي ندخلو جذر مكعب من الرتبه n. دونك الجذر مكعب n كيطير مع لا بويسونس ديال n مع الاس، هذه في قاعدة الرياضيات. دونك كتولي عندنا هي 1 زائد اي كتساوي جذر مكعب من الرتبة ان سي ان على سي 0. دونك كنجيو كنعوضو بيان سور 1 زائد اي الوغ اش كتساوي؟ هو جذر مكعب من الرتبة ان ديال سي ان على سي 0 ناقص 1. دونك اش كتساوي؟ كنعوضو عندنا لا بيريود هي 5، عندنا الفالور اكيز هي 1,148,503.461، عندنا الكابيتال هو 800,000 ناقص 1. دونك اي اش كتكون كتساوي؟ هي 1.075 على حسبها عن طريق الكالكوليتريس هاد لوبيراسيون غتعطيك هي 1.075 ناقص 1 هي 0.075 او بالاحرى هي 7.5%. نتمنى تكونوا فهمتوا لي زانتيري كومبوزي، وان شاء الله غادي ندوزو دابا لحاجه اخرى. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورتيسو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورتيسو او لاباج ديالنا فورتيسو اكاديمي باش تشوف اخر
الاعمال ديال فور جيستيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.